مرحبا، حلقة جديدة من ميلوديز طلع عليكم فيها أنا باميلا أستوريان لنتناول آخر أخبار المشاهير الأسبوعية عبر هوا صوت لبنان وعلى السوشيال ميديا Voice of Lebanon وعلى الفيديال.me. بعد ظهورها بخاتم الزواج بمهرجان بياف، نفيت الممثلة نادين نسيب نجام خبر زواجها من خطيبة ناراك ناربيكيون، وأكد الثنائي أنه بعد ما حددوا موعد العرس، ولكن أعلن ناراك أنه الزواج قرب كتير ورح يكون مفاجأة. قررت الممثلة ماجي بوغصن الاستعانة بجمهورها لاختيار اسم لمسلسلها الجديد يلي رح ينعرض برمضان 2025، وكتبت بوغصن عبر حسابها الخاص على اكس: طيب انا مغرومة بالمسلسل والاحداث وكل شيء، اكتبوا لي اقتراحات اسماء لمسلسل رمضان لو ما بتعرفوا شيء بعد عن القصة. ضمت ملكة جمال لبنان ياسمينة زيتون لشركة الصباح لتبدأ مسيرتها بعالم التمثيل. أعلنت الشركة المنظمة لحفل شيرين عبد الوهاب بتركيا عن تأجيل الحفل المقرر بثلاثة آب لأسباب خاصة. طرحت المنصة العالمية نتفليكس إعلان الترويجي للموسم الرابع من مسلسل أميلي إن باريس يلي تم تصويره بعدد من المدن الأوروبية، والمفاجأة هي أنه رح يكون في جزئين للمسلسل، فالجزء الأول رح ينعرض ب 15 آب، أما الجزء الثاني فرح ينعرض ب 12 أيلول. لهون منكون وصلنا لختام ميلوديز، أخبار جديدة الأسبوع المقبل طرونا.